لقد أوردت العديد من المؤسسات الدولية تقارير تتحدث عن تفشي الفساد في العراق، ونحن شخصنا هذه الآفة وأطلقنا عليها مصطلح جائحة الفساد، وجعلنا محاربتها أولى أولوية. شرعنا بالمحطة المطلوبين أينما وجدت، ومهما كانت مناصبهم وانتماءاتهم وتسليمهم لغرض القضاء على هذه الآفة. ومن هنا نطلب من الدول الصديقة والشريكة أن تمد لنا يد العون في مكافحة الفساد بجميع مراحله وتسهيل عمل متابعته والقائمين عليه، إذ يجب علينا جميعا أن نتكافأ ونتعاون في مقاربة الفساد ونسترد الأموال المدروجة منه، لأننا نؤمن بالترابط بين الفساد والإرهاب، فأحدهما يسند الآخر، وهذا ما نعرفه.